ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. وقف عند التنبيه في المتن، ويستحب للإمام الإمام أن يخفف في الأذكار. طبعا في الأذكار يعني في أذكار الصلاة، وهو يصلي يستحب له أن يسبح ثلاثة، يستحب له أن يعني أن يكون، يستحب أن يأتي بدعاء ولا يكثر في الدعاء ولا يطيل في الدعاء، حتى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت بالناس لمعاذ فخفف، الأمير الضعيف أمير القوم. نعم لن نطيل، الوقت ليس معنا، ورد الله عنك براءة، أحسن الله عليكم. ويستحب الإمام أن يخفف الأذكار، ما معنى ذلك؟ أنه في أذكار الصلاة عند التسبيح والتحميد أو عند الدعاء في السجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبد من ربي وساجد، قال أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقامنون أن يستجاب لكم، فأيضا فيها لا يطول، لا 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 يطول ولا يقتصر ولا يستوفي، ولا يستوفي إلا 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 إذا كان من وراءه قال له سبح وادعو واستغفر لنا في الصلاة، وهم يرتضون بالتطويل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيه الصغير والضعيف والصغير والكبير والضعيف والمريض وذو الحاجة. وأنت تعلم علم اليمين، يعني علم اليقين، بأن معاذ لما صلى بهم بالبقرة النبي صلى الله عليه وسلم نهره وزجره، وقال الراوي ما رأيته النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما رأيته في غضبه غضب مثل الغضب الذي غضبه النبي صلى الله عليه وسلم عند موعظة معاذ، فقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أين أنت من سبح الشمس وضحاها؟ ثم قال من أما بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف أو الكبير والصغير والضعيف وفيهم ذو الحاجة، فإن فيهم ذو الحاجة. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أخف ما تكون وأوسط ما تكون. قال إلا أن يعلم من حال المأمومين كلهم أنهم يؤثرون التطويل، يعني لو علم بذلك وقالوا له نحن الآن يعني نريد نعيش أجواء أرحنا بها يا بلال، وأنهم في هذه الحالة يحتاجون إلى 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 مناجاة الله جل في علاه والأنس به حال السجود، فإذا علم بذلك له أن يطول، ولأن الأمر على الرضا، هو أصلا الأمر بالتخفيف من أجل الناس الضعيف أمير القوم، فإذا قال له نحن لسنا ضعافة نريد ذلك فله ذلك. قال المصنف وإذا أحس الإمام بداخل يقتدي به وهو راكع استحب له أن ينتظره في أصح القولين. طبعا عندما يقول ينتظر في أصح القولين هناك قولان، قول يكره بذلك، بعضهم قال هذا شرك يعني عمل غير الله، وهذا طبعا بعيد جدا، هذا فهم في شيء من يعني البعد، هذا بعيد، ولكن يكره. نعم قالوا يكره، والأول الذي هو الصحيح أن يطيل. ففي القول الآخر قالوا يكره، لماذا؟ لأنه أطال في غير موضع الإطالة، أطال في ركن غير موضع الإطالة، وقد يكون سبيلا لبطلان الصلاة، هذا هو مخوف من ذلك، أنه لو انتظروا. طبعا القول أنه يقول انتظروا، الانتظار يجعله يطيل في الركن إطالة من أجل الداخل لا من أجل الله جل في علاه فتكون شركا، هذا أبعد ما يكون، ما في مصلي يصلي الله جل في علاه ثم فعل ذلك العباد. أما وجه الأول فهو الأسد والأحسن دليلا، وهو من باب وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، وهذه مسألة يمكن أن يكون عليها دليل، إيش الدليل الذي عليها؟ قد يكون الدليل دليل عكسي ينفع، يعني هذا يجعل الفقهيات في العقل أعلى، يعني هو دليل عام على القاعدة العامة وهي التعاون على البر والتقوى. ما استطاع ما خلاص قلنا نقول موقف في الصلاة حتى. إخوة الكرام أن في الصحيح أن الإنسان كان يدخل يريد أن يطور الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيقلل من التطويل من أجله باب التعاون على البر والتقوى في هذا الباب العموم. فهو الوجه هذا الوجه الصحيح هو الإعانة على البر، من باب الإعانة على ذلك الركعة، من الإعانة بالبر والتقوى.
وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان، هذا التعاون على إقامة يعني إدراك على إدراك الركعة، أن يدرك الركعة، هذا هو الأفضل في هذا الباب، أن تقول من باب التعاون على البر والتقوى الإعانة عليه على الإعانة على إدراك الركعة، هذا الوجه في قوله في قولهم القول الأول أنه يستحب له. وإذا قلنا يستحب له لابد من دليل، الدليل هنا في هذا الباب كما قلت إعانة، الإعانة على البر والتقوى. نعم حبيبي رضي الله عنك. أما وجه القول الثاني وهو الكراهة، ما فيه من التطويل المخالف للأمر بالتخفيف، يعني يقولون الآن إذا 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 انتظر الداخل فإن هذا يجعله يطول، وهذا مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ففي التطويل مخالف لعموم التأصيل في قوله الأمير الضعيف أمير القوم، وأيضا فيه يعني المبالغة في الانتظار، والعلماء قالوا وقد يجوز له ذلك بشروط أن لا يفرق بين داخل وداخل، لأن دي محاباة، يبقى حقيقة الأمر هو انتظر من أجل شخص ما، مش من أجل تعاون البر والتقوى على الجميع، لا لشخص في بينه وبينه محاباة، فيدخل هذا على ما قالوه في مسألة التشريك، يعني ما يريد لابد نقول أنه يقصد التقرب إلى الله، يقصد تعاون البر والتقوى في ذلك، ويقصد أنه ييسر عليه الإدراك إدراك الصلاة. أما إن أطال للمحاباة بطلت الصلاة، والله أعلم بنيته. ويجزئ القولان إذا أحس أحد بالدخول في التشهد أيضا، فإن انتظر، والراجح هو أن ينتظر له حتى يدرك معه التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ومن أدرك مع الإمام شيئا يكون قد أدرك، يعني أدرك الصلاة وفضيلة الصلاة. فهو من باب التعاون على البر والتقوى يطيل في الدعاء، يستعيذ من الأربع ويطيل في الدعاء حتى يدركه الداخل متأخرا. أما إذا خفف وسلم يعني هذا على القول الثاني، ولكن الصحيح في هذا الباب أن نقول يستحب الإطالة، يستحب لأنه من باب التعاون على البر والتقوى. قال ومن أدرك الإمام قبل أن يسلم التسليمة الأولى وإن لم يجلس معه بأن سلم، يعني هو كبر وقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، وكاد يسجد سلم، هو أدرك، طالما كبر تكبيره الإحرام فقد أدرك معه وهو في التشهد. نعم فقد أدرك الجماعة لإدراك معه ما يحسب له وهو النية والتكبير وفضيلة ذلك، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركتم فصلوا. ولكن العلماء اتفقوا على أن هذا طبعا فضيلته دون فضيلة من ابتدأ الصلاة، وهذا صحيح، لا يستوي من ابتدأ ومن انتهى، من ابتدأ في الصلاة ابتداء مع الإمام له كامل الأجر، ومن أتى إلى قبل قبيل السلام لكن هو أدرك الجماعة قد أدرك الجماعة. عبر رفع عن هذا بترك الجماعة أي بعض درجات الخمس والسبع والعشرين. وإن أدركه أي الإمام راكعا في الثانية اطمأن قبل رفعه، فقد أدرك قبل أن يرفع فقد أدرك الركعة. طبعا من أدرك الركوع أدرك الركعة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث الدرقطني وغيره. كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الدرقطني وغيره، من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم صلبه فقد أدركها، من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم صلبه فقد أدركها. ويشترط في ذلك أن لا يكون الإمام محدثا ولا في ركعة زائدة سهوا، لأنه في ذلك ليس في صلاة، فإن أدركه راكعا وركوعه غير محتسب، يعني ركوعه غير محتسب، فالركعة لا تصح. إذن لو أدركه ركعا فإنه تحسب الركعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدرقطني، من أدرك الركعة فقد أدرك، من أدرك الإمام ركعا، من أدرك من الصلاة ركعة من الصلاة قبل أن يقيم صلبه فقد أدرك، من أدرك ركعة في الصلاة قبل أن يقيم صلبه، قال يقيم صلبه معناه أنه راكع معه، يعني من أدركه ركعا. وورد في حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهي حديث صحيحة لكنها موقوفة ومرفوعة، الموقوف هو أصح،
أنا من أدرك ركعة فقد أدرك الركعة. وعندنا حديث أيضا أشد من ذلك, وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال وجد جلبة, سمع بجلبة بعد الصلاة قال سمعت جلبة, قال أنا يا رسول الله. أبو بكر يقول قال ركعت على الباب ومشيت إلى الصف, قال زادك الله حرصا ولا تفعل. وشريطة ذلك أن تكون الركعة محتسبة للإمام, يعني ليست زائدة سهوا وليس محدثا فيها, حتى نقول بأنه بذلك قد أدرك الصلاة, بذلك يكون أدرك الصلاة. وإن أدركه في الركعة الأخيرة فهي له, فهي أول صلاته, وما يقضيه أن يأتي به بعده فهو آخر صلاته. وعلى هذا يعيد فيها القنوط والصبح, يعني لما يكبر هذه أول صلاته, ابتداء الصلاة عند تكبيره هذا أول الصلاة. فأول صلاته عندما يبدأ مع الإمام, فإذا سلم الإمام فهو يقضي بعد ذلك خلاف الحنفية. يعني لو دخل في الرابعة فهو يعني هو الإمام يستسر, لو دخل في الرابعة الإمام يستسر فهو بعد ذلك. حديث أبي بكر يؤكد ذلك أنه لما جاء ركع ومشى إلى الصف فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي, قال زادك الله حرصا ولا تعود, زادك الله حرصا ولا تعود. فنقول إن فاته القنوت مع الإمام يقنوت, أيضا إن صلى فكان الرابعة هي السر يستسر, هو يأتي بالثانية يجهر, لأنه الأولى هذه بداية صلاتي في هذا الباب أنه صلى مع الإمام, فما ابتدأه مع الإمام يكون أول الصلاة. نقف عند هذه من أجل اللقاء, لأنه خلاص أزف, بقي أشير إلى أخينا الفاضل رضي الله عنه, أخونا أكرم يقول سأل سؤال من أهم المكان, قال هل يجوز يعني منا من يميع, حتى هذا أنا أتكلم عنه في اللقاء الآن مع أستاذ محمد, انا اقول يعني يقول هل يجوز ان يعني من كان منا ويقول هو منا ويميع القضيه وياتي يعمل منشور, وهذا المنشور يوالي فيه القبوريه, يوالي فيه اصحاب الانحرافات العقديه, ولما تاتي تقول له هذا الرجل نحن تابعناه وجدناه انه رجل قبوري, رجل اصلا منحرف عقديا, رجل مهما تكلم بكلام بكى فيه وقعد يبكي كما سنرى صاحب الحقيقه ويبكي ويقول اخواتنا الشيعة انت اخواتكم الشيعة وسبع عائشة اين اذهب في هذا الباب. فانت لما توالي الولاء والبراء, لما تميع هذه القضية وتهدمها هدمت الدين اصالة, فانت اصالة تأتي يعني تغر الناس بمنشور كما قلنا الاخت التي انا اعتبرها يعني كانت موفقة, ما ادري ما الذي حدث فيها, انا حزين, انا قلبي بيحترق من اجلها واجل مجهودها والعمل للدعوه, لكن الفكر الدامغ, هذا الفكر الطاغي الذي يؤثر على الناس. لما تضع منشور لابن عربي وتقول انا مش شرط لما اضع المنشور لابن عربي اكون انا بؤمن به او راضي به, انا بنقل كلام الناس, انت مش راضي به بتنقل كلام الناس, لما تغرر الناس الاخرين, ها تضيع عقيد الناس الاخرين. ابن عربي النكره الذي قال كل كلام في الكون كلامه سواء نثر او نظامه, وهو يميع ويقول الله في كل مكان ويقول التشاعري لا ادري ما يعني ما من رب من العبد, ويقول سبحاني سبحاني, ماذا تريدون بعد ذلك؟ تريدون نشر كلام هذا الرجل سواء عذرتموه ما عذرتموه, نحن لسنا اربابا من اجل ان نقول في النار او في غير النار, نحن أصالة نخشى أن ندخله على الناس, نحاكم كلامه وما يتبنى فقط. ونسأل الله جل في علاه يعني العفو والعافية أن نكون مثل أمثال هؤلاء. فأنا أنكر على هؤلاء الذين يعني يميعون قضية الولاء والبراء, الذين يكسرون الفوارق, وإلا فأهل البدع هم أهل بدع, وهؤلاء سبب في اللعنة, لعن الله من أحد فيها حدثا, لعن الله من آوى فيها محدثا. المسألة عظيمة, فلنتبين من الأمر حتى لا نضيع الخير الذي منحنا الله إياه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, وإلى اللقاء بين مع أخينا الأستاذ محمد سمير إن شاء الله, يكون الآن على اليوتيوب وأيضا ننقله على الفيس. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى, يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم, فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم.
وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم. إن الهموم بقدر الهمم.